ما يعني تيتبع اليوم يعني المجتمع المدني في جهة الدار البيضاء يعني هذا المنتدى، يعني هذا فرصة للجمعيات انهم باش يبداو يعني برأي ديالهم، وكذلك ان اليوم يعني الفاعل السياسي انه ياخذ قرارات يعني اللي ممكن خصها تكون تتهم يعني التنميه بلادنا. يعني كاين مجموعه من الاشياء اللي تحققت يعني بدا دستور 2011، ولكن كاين في الصعوبات التنظيميه وفي الاجراءات التنظيميه تكون واحد الصعوبه. يعني ممكن هذا المنتدى انه يخرج مجموعه من التوصيات اللي تنتمنى يعني يكون الاجراء ديالها يعني تنطلقوا في مجموعه من المنتديات مجموعه من الادوات، ولكن للاسف ما تيتمش بلورات هاد التوصيات كيف ما تبلوراتش مجموعه من التوصيات على النموذج التنموي، على مجموعه من المذكرات المطلبيه التي قدمها المجتمع المدني خاصه يعني في الشق الجبائي. يعني لا يعقل ان المجتمع المدني مزيان نفتحوا هاد المجال ديال التشغيل، ولكن مطلوب اليوم تكون واحد العداله جبائيه ما يمكنش نخلصوا قدنا قد الشركات يعني في الضريبه هذه. يعني لا يعقل يعني نستافدوا من دعم عمومي مثلا في 50,000 درهم ونخلصوا فيها 21% للدولة. كذلك ان اليوم هذا التشغيل اللي اليوم مثلا طارح نفسه داخل يعني الحركة الجمعوية، يعني تيبقى دائما واحد الجزء كبير من 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 المنظمات الدولية. يعني للاسف باش اننا نقدروا نرفعوا النسبة اللي تم الطرح ديالها في مجموعة من المداخلات، يعني خاص اليوم تكون يعني الدعم العمومي يكون واضح وتكون عنده واحد الاستراتيجية وتكون عنده واحد الاستدامة. هي الضريبه، وكذلك يعني اليوم ما كاينش يعني كاين مجالات متخصصه، يعني اليوم بدينا نلمسوها في بعض القطاعات، ولكن احيانا تلقاو الجامعات المحليه او الجهات مثلا اليوم الجهات ما مداخلاش في اطار الدعم العمومي، نظرا خص تكون عندك المنفعه العامه باش تستافد من الدعم العمومي. يعني اليوم يعني هنا تنقول ان اليوم هذا فرصه، نظرا انني ممكن كنت نتمنى مجموعه من الجمعيات اللي ديجا عندهم يعني واحد الاشتغال منذ سنوات في هذا المجال ديال التشغيل الجمعوي او المقاوله الاجتماعيه، وكذلك اليوم يكون نقاش يعني مثمر وما يهربناش واحد نقاش اخر اللي محتاجينه في هذه المرحله. اولا وتمين يعني اجراء التواصل مع المجتمع المدني حول موضوع التشغيل الجمعوي، ولكن تنعتبر بان موضوع التشغيل في داخل العمل الجمعوي مفروض يكون في اطار يعني الدعم ديال المجتمع المدني، وضع مجموعه من القضايا من اجل يعني الدستارات ومن اجل تفعيل يعني المهام الدستوريه ديال المجتمع المدني بشكل عام. يعني ما يكونش محصور في مساله التشغيل على اهميتها. اللي كنا ربما كننتظروا في هذا اللقاء هو يكونوا تدابير لان المغرب كاين تعاقب ديال الاستراتيجيات. المطالب ديال الجمعيات كانت دائما كتلح على مجموعه من القضايا في هذا الجانب، البيئة الملائمة اللي فيها مشاكل ديال القانون في حد ذاته والتعقد ديال مسطرة التأسيس، وكذلك فيها مسألة الوصل اللي حاليا مجموعة السلطات بعض الأحيان تتلكأ في إعطاء الوصل للجمعيات، وفيها الجانب ديال يعني الدعم الموضوعي للجمعيات العمل، لأن أغلبية الجمعيات تنقولوا عندنا 250 جمعية، أغلبية الجمعيات هي جمعيات فقيرة وما غيمكنش ليها تشغل. اللي غيمكنو يشغلوا هو جمعيات كبيره وعندها امكانيات وعندها كذا، ولكن دونك المقاربه خصها تكون شموليه بهذا الشكل هذا. يعني الدعم كذلك يمكن يمس الجانب ديال تقويه القدرات ديال الجمعيات، الدعم كذلك يقدر يمس الجانب ديال يعني اعطاء ضمان استقراريه واستدامه الجمعيات ملي ما تيكون عندها حيت ملي تيكون عندها اما عبر جوج الاليات، اما اليه ديال المتفرغين من قطاعات اخرى، او لا اليات ديال سميتو ديال دعم ان بوست ولا دو بوست ديال سالاري داخل الجمعيه، علما انه حتى في هذه النقطه اللي اساسيه هو ان الجمعيه تتخضع لمجموعه من القوانين، القانون الاداري، القانون المالي، القانون يعني الدستور بشكل عام، القانون الجنائي، يعني القانون الشغل. هذا تعدد القوانين كيجعل انه المخاطب هو الخطاب هو حكومي، وقرارات خصها تكون حكوميه. يعني يجب الا كنا تنعتبروا بان الجمعيات كتقوم بواحد العمل التطوعي وعمل خاص وعمل لفائده المجتمع ماشي عدم ربحي، خاص القانون يكون متلائم مع لا ميسيون ديال هذه الجمعيات، مع المهام اللي كتقوم بها. مجموعه من الجمعيات اليوم كتعيش واحد الدوخه في المحاكم نتيجة هذا المشكل ديال هذا أجير ما تخلص مشاد على الجمعية، وكنصدقوا في واحد المجموعة ديال الإشكالات. إذا
سيت التأكيد بور ريزيمي التأكيد على دور المجتمع المدني كقطاع أساسي من أجل يعني بناء الديمقراطية في المغرب ومن بناء يعني التطور الديمقراطي والتنموي في المغرب. دول قوية، دول كبرى القوية عندها مجتمعات مدنية قوية، دونك تقوية المجتمع المدني من خلال المقاربة الشمولية أولا مجموعة من المطالب الأولية اللي كتهم الحق في التأسيس والحق في الحرية التعبير والحق في واحد المجموعة اللي يجب أن تلبى، وفي المقاربة المادية يعني الدعم العمومي، الدعم العمومي بشكل عام يكون أمينيموم بورينا السياسون سير لاباز دان رابور. ولكن بالنسبة لهذا الشيء ديال التشغيل تنظن بأنه في وجهة نظري أنا ما يمكنش يتعمم، ما يمكنش أي جمعية فيها 20 واحد ولا 15 غادي نقولوا غادير تشغيل جمعوي، ولكن يكون وفق واحد الشروط، واحد الشروط اللي تكون موضوعية واللي كتخضع للتقييم بشكل دوري، واللي كنتعطي للجمعيات إمكانية ديال الاستمرار لأن العمل كيبقى تطوعي وما يمكنش لينا نستمروا في العمل على مستوى التطوع الى ما لا نهايه. وضروري تجسيد الاعتراف الحقيقي والفعلي في قرارات ملموسه، وكنا ربما كنتصادروا هذه القرارات اليوم، لكن مع الاسف لم يفوز هذا الوزير بشرف يعني انه على الاقل يصرح بعض يعطي بعض القرارات وبعض لي مزير اللي غادي تكون اشاره ايجابيه لفائده الجمعيات.